شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفا جويا ومدفعيا على وسط وجنوب غزة، فيما انتشلت جثامين عشرة شهداء في خان يونس. وكثفت قوات الاحتلال من غاراتها الجوية العنيفة مستهدفة منازل في رفح ودير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والشجاعية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 32 شهيدا وإصابة 47 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33,207 شهداء ونحو 76,000 جريح. هذا الدمار والخراب الكبير الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية خلال توغلها البري لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أنه سيسحب بعض قواته في جنوب غزة بعد مرحلة كبيرة من هجومه، ليصل تواجد القوات في القطاع إلى واحد من أدنى مستوياته منذ بداية الحرب المستمرة منذ 6 أشهر. كما وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين لعشرين شهيدا خلال الساعات التي تلت انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس. صرت أتمنى بعد هالست شهور المعاناة هذه إنه لو يعني نرجع لبيتنا ونرجع لأهلنا ونرجع لديارنا ونرجع لحياتنا الطبيعية اللي كنا عايشينها، يعني نرجع لشغلنا، نستقر حياة يعني كريمة. اليوم احنا عشنا 6 شهور من أصعب يعني أيام مرت في عمرنا تقريبا. بنطالب إنه نرجع على ديارنا لأنه احنا هان تبهدلنا ونزلينا، فالعيشة هان مش كويسة، وكل اللي بدنا إياه إنه نرجع على بلدنا. انسحب بدون فتح طريق هاي مش ما بتزبطش. كما وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 85 بعد 100 من الحرب، حيث استشهد 32 فلسطينيا وأصيب 47 آخرون خلال الساعات الماضية. كما وأعلنت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما يرى المراقبون أن إعلان الاحتلال الانسحاب ما هو إلا بالونات اختبار. نحن نعتبر أن هذا الانسحاب هو عبارة عن مناورة إعلامية، وكذلك قد يكون تكتيك في سبيل استمرار هذه المجازر واستمرار آليات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازل المواطنين وكذلك قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين. وبالتالي كل الأحاديث التي تدور عن هذا الموضوع هي تبقى في ظل الاختبار وفي ظل الأكاذيب التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي حتى نرى ذلك واقعا على أرض قطاع غزة. وحسب التقارير الدولية فإن قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، حيث بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض. فنحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق عدة سنوات. حصيلة مجازر الاحتلال بحق الأبرياء مرتفعة، لتصبح قائمة الشهداء مرتفعة حيث تجاوزت 33,000 شهيد، ولا زالت الأعداد مفتوحة للمزيد مع استمرار القصف العنيف على قطاع غزة. عبد الرحيم بويك، تلفزيون دولة الكويت، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فلسطين.